كنت عايزة أسأل الدكتور، بس أنا ابني داخل دلوقتي في مرحلة ثانوية عامة اللي هي الجديدة، النظام الجديد، بس هي المشكلة إن هو بادي الاكتئاب بدري بدري شوية، إن هو مش حاسس بطعم أي حاجة للدنيا ومتضايق على طول، حاسس بفشل. هل دي بقى بداية اكتئاب زي ما حضرتك بتقول؟ وفعلا بيقول لي أنا نفسي أموت، أنا زهقت من الدنيا، طب بعد كده هنعمل إيه؟ هو عنده كام سنة؟ هدرس ثانوية عامة يعني ايه كام وفي سنة؟ الاخر مفيش لا شغل ولا دنيا؟ 15. 15. 15 طبعا شيء مزعج ومؤلم جدا ان حد يبقى عنده 15 سنة ويقول ان الدنيا وعايز اخلص من حياتي والواحد يرتاح، حاجة صعبة جدا. هو مهم اولا ان حضرتك تقعدي معاه وتسمعيه وتقبليه. مش معناها انك توافقي على اللي هو بيقوله، لا، تقبليه يعني تستوعبيه، تسمعيه كويس، وما تلوميهوش، ما تنقضيهوش، ما تحسسيهوش بالذنب. مجرد تقعدي وتسمعي ويبقى حواليه طول الوقت ناس يوصلوا له ان هم بيحبوه وان هم مونسينه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك واهله واللي حواليه يوصلوا له ان هو لا يساوي الرقم اللي هيجيبه في الثانويه العامه، علشان دي غلطه بنغلطها كلنا، ان احنا نوصل لاولادنا انت تساوي مجموعك في الثانوية العامة، وده مش حقيقي. مهم يوصلوا ان هو كبني ادم اهم من هذا الرقم، اهم من هذه النتيجة. الحاجة الثالثة طبعا، ان طالما الامور وصلت لدرجة تمني الموت، ففي الحالة دي قد يستدعي الامر ان احنا يعني نستشير ويشوفه، يزور طبيب نفسي علشان يبقى فيه تدخل مهني محترف. تمام، بشكرك مدام شيرين.